اهلا بكم مشاهدينا وتغطية مباشرة إخبارية جديدة نتناول فيها العديد من الملفات ونبدأ اليوم من ملف نشاط السيد الرئيس حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى بلبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما اطلع السيد الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلا عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر. للمزيد من المتابعة مشاهدينا والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أستاذ بلال بعد التحية، عدد كبير من الملفات طرحت اليوم للنقاش وقدمها السيد الرئيس للحوار خلال اجتماعه، كان من أهم هذه الملفات الملف الاقتصادي ومتابعة عملية الصرف من خلال البنك المركزي، توفير السيولة للعملية الصناعية وغيرها. كيف ترى طرح هذه الملفات وأهميته؟ في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالتأكيد هناك تحسن في عدد كبير جدا من المؤشرات خاصة بعد القضاء على أهم تحدي كان موجود في الاقتصاد المصري وهو نقص العملة الدولارية. يمكن البنك المركزي بعد الإجراءات الإصلاحية اللي اتخذها في 23-24 تحديدا كان ليها آثار إيجابية بشكل كبير جدا على تدعيم الاحتياطي النقد الأجنبي اللي ارتفع من 34 مليار دولار إلى 46.7 مليار دولار، وبالتالي ده بيأمن احتياجات الدولة المصرية وتدبير فترتها الاستيرادية لأكثر من 7 شهور، ودي وذلك معدل جيد جدا بالمقارنة بالمعدلات العالمية. من جانب آخر الإجراءات دي كان لها تأثير كبير جدا على ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج واللي ارتفعت بشكل كبير جدا بعد القضاء على ظاهرة الدولارة والسوق الغير رسمي للدولار. احنا من اول شهر 3 لحد هذه اللحظة هناك استقرار كبير في سوق سعر الصرف، وبالتالي استقرار سعر الصرف كان ليه تأثير كبير جدا ان الدولة المصرية او البنك المركزي المصري بدأ يدبر احتياجات المصنعين من مستلزمات الانتاج، واللي كان ليه تأثير كبير جدا على حدوث انتعاشة في مجال الصادرات وبالتالي تعزيز حصيلة الصادرات، واللي بالطبع كان ليه تأثير على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. وبالتالي الدولة المصرية على معظم المؤشرات شفنا مؤشرات التضخم بدأت تتخذ مسار تدريجي نحو الهبوط، من احنا كنا حوالي 40% النهارده حوالي 26.5% معدل التضخم في مصر، وبالتالي استطاع البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية كبح جناح التضخم في الدولة المصرية واتخاذ إجراءات السياسة المالية. الدولة بدأت توفر للسلع، بدأت تهتم بقطاع الصناعة بشكل كبير لأن زيادة الإنتاج هو الضمان الوحيد بانخفاض الأسعار خاصة في طيب. الحفاظ في الفترة القادمة على توفر السيولة يا أستاذ بلال بيحكمه إيه؟ توفر السيولة الدولية بيحكمه طبعا عدد من العوامل، رقم واحد قدرة الدولة على الإنتاج وبالتالي زيادة حجم الصادرات، والدولة لديها مستهدف في قطاع الصناعة والزراعة ان احنا صادرات مصر تصل الى حوالي 100 مليار دولار. السياحة وده جزء مهم خاصة ان السياحة احد اهم مصادر النقد الاجنبي، السياحة النهاردة بتدخل ايرادات الدولة حوالي 14.4 مليار دولار، الدولة وضع مستهدف ان احنا نصل الى حوالي 50 مليار دولار. دي الادوات اللي مصر بتسعى من خلالها انها تحسن اداء الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الحالية، لكن على المدى القصير الحالي المرور بالبلد من هذه المرحلة الاقتصادية بيتطلب ايه؟ طبيعة الاداء اللي بيتطلب الحفاظ على السيولة وتوفير مستلزمات الانتاج. بالتأكيد توفير مستلزمات الانتاج، لان طبعا توفير مستلزمات الانتاج بيعني استمرار انخفاض التضخم تدريجيا خاصة ان احنا بنوفر السلع في السوق المحلي، وده ضمانة وحيدة لمكافحة التضخم خاصة طالما توفرت السلعة مع وجود طلب مناسب يحدث انخفاض تدريجي في الأسعار. من جانب آخر ان هيكون هناك فائض يصبح تصديره للخارج وبالتالي بعظم الصادرات ومعناها تعزيز دي الاحتياطي النقد الأجنبي. في إطار ذلك الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي، يعني بنشوف كل يوم النهارده اهتمام بملف الصناعة
اصبح الشغل الشاغل لصانع القرار في الدوله المصريه. افتتاح مصنع النصر للسيارات ده مثال على اهتمام الدوله بقطاع الصناعه. تعالى بص يا استاذ بلال كده، ازاي تم تعظيم اداء الصادرات في الفتره الماضيه عشان نعرف مقدار الدخل القومي او مقدار الدولار اللي داخلنا او العمله الاجنبيه؟ ازاي تم تعظيم عمليه التصدير في المرحله القادمه وازاي محسوبه اقتصاديا؟ بدأنا نفتح أسواق جديدة، يعني عندنا قطاع زي قطاع النسيج والملابس الجاهزة، ده من القطاعات الواعدة في الدولة المصرية، خاصة إن أنا عندي مقومات الصناعة، عندي الأيدي العاملة اللي النهاردة يمكن أهم مورد اقتصادي في الدولة المصرية، الموارد البشرية، خاصة بيمثلوا من 60 ل 65% من حجم العمالة، وبالتالي مهم جدا طالما عندي البشر ده مهم جدا أنا بدمجه في الحياة الاقتصادية. وبالتالي لما باجي بقارن ما بين مصر على سبيل المثال والمقاصد الاخرى، قال ان مصر بتصدر ملابس جاهزه ومنسوجات بحوالي 3 مليار دولار سنويا. الرقم يعني قد يتضح لما اجي اقارنه بمقاصد اخرى، نلاقي تركيا على سبيل المثال بتصدر بحوالي 30 مليار دولار. الدول اللي زي حالتنا او في نفس مستوياتنا هنلاقي ماليزيا على سبيل المثال بتصدر بحوالي 20 مليار دولار. وبالتالي الدوله المصريه بدات تهتم بقطاعات معينه في الاقتصاد، القطاعات دي جاهزه تقدر تشتغل وتصدر من بكره الصبح، وبالتالي تقدر تدخل لي عائد دولاري. زي ايه يا استاذ بلال؟ ايه القطاعات اللي اصبحت قادره او انها مؤهله في المرحله دي انها تدخل في فكره الانتاج والتصدير؟ نقدر نقول سريعا كده قطاع النسيج والملابس الجاهزه، قطاع الصناعات الغذائيه اللي بيصدر بحوالي 5 مليار دولار والسلع المصريه لديها تواجد في الاسواق الدوليه بشكل كبير جدا، وده من ضمن القطاعات اللي موضوعه على يمكن اولويات الصانع القرار المصري في الاهتمام بالتصدير. بعض القطاعات زي قطاع السياحه، قطاع السياحه النهارده في ظل الازمات والتوترات السياسيه والعسكريه اللي موجوده في العالم كله، اصبح مصر هو بديل مناسب وبديل واختيار اول للسائحين في العالم. وبالتالي الدوله المصريه اعتمدت على تنويع مصادر السياحه، بدل ما كان اعتمادنا يمكن في فترات سابقه على السائح الروسي والاوكراني اللي كانوا بيشكلوا من 30 ل 35% من حجم السياحه الوافده للدوله المصريه، الاستراتيجيه دي بدات تتغير النهارده من خلال تحليل السياح القادمين من العالم كله. بدانا نشوف النهارده السائح الالماني والسائح الايطالي والفرنسي، بدانا نشتغل على نوعيات اخرى من السياحه في ظل التنوع المقاصد السياحيه في الدوله المصريه، من السياحه الترفيهيه والشاطئيه والدينيه والسياحه العلاجيه اللي بدات تظهر في العالم كله مؤخرا. وبالتالي الدوله بدات تعتمد على تنويع مصادر الدخل السياحي، ودي نقطه مهمه هتاخدنا الى تعزيز الايرادات السياحيه وبالتالي تدعيم الاحتياطي النقد الاجنبي وتوافر الدولار. يمكن اهم نقطه الاستثمار الاجنبي المباشر، خاصه لان الاستثمار الاجنبي المباشر بيضمن للدوله المصريه استدامه الحصول على موارد نقد اجنبي من الخارج. طيب بما ان حضرتك طرحت فكره الاستثمار الاجنبي المباشر، قدر نمو الاستثمارات الاجنبيه في مصر في العامين السابقين بتقيمه ازاي؟ بالتاكيد لما بنيجي نعمل مقارنه ما بين العامين، طبعا حصل انتعاشه في الفتره الاخيره في الاستثمار الاجنبي المباشر، يمكن ده بفضل صفقه راس الحكمه وهي الصفقه الاكبر في التاريخ الاقتصادي، لانها انعشت خزينه الدوله بحوالي 24 مليار دولار دخل صافي للدوله واستنزال من الديون حوالي 11 مليار دولار. وبالتالي فالعائد الاجمالي للدفعه المقدمه حوالي 35 مليار دولار، دي كان ليها نقدر نقول تاثير ايجابي على توازن سعر الصرف في السوق المصري، بالاضافه لانها فتحت مجالات اخرى سواء مؤسسه التصنيف الدوليه اللي رفعت نظرتها للاقتصاد المصري نظره ايجابيه ونظره مستقره، الجهات التمويل الدوليه سواء كان البنك الدولي او صندوق النقد الدولي، ودي اتبعت رساله طمانه الى مجتمع المال والاعمال والمستثمرين الاجانب بالدخول للدوله المصريه، خاصه لان احد اسباب عزوف المستثمرين الاجانب يمكن في اخر 3 سنوات هو عدم توازن سعر الصرف، وبالتالي استثمار سعر الصرف له تاثير ايجابي على استثمارات مصر، خاصه في ظل طرح وثيقه سياسه ملكيه الدوله، ودي بالمناسبه انا شايفها نقطه ايجابيه جدا للاقتصاد المصري، خاصه الاقتصاد المصري بيسعى ان يكون حجم القطاع الخاص يشكل حوالي من 60 ل 65% من حجم السوق، وده بيضمن حياد تنافسي بالنسبه للمستثمر الاجنبي لما يجي يدخل للدوله المصريه، وبالتالي وثيقه سياسه ملكيه الدوله مع رؤيه الدوله فيما يتعلق بطرح خريطه الاستثمار اللي موجوده النهارده على شبكه المعلومات الدوليه بتحديد قطاعات بعينها زي قطاع الطاقه الجديده والمتجدده، واللي الدوله بتسعى يمكن في خلال 3 سنوات ان شاء الله ان حجم الطاقه الجديده والمتجدده تمثل حوالي 42% من حجم الطاقه، ودي نقطه ايجابيه خاصه لان القطاع الصناعي بيحتاج دايما الطاقه، وبالتالي في بعض الصناعات ما كناش هل في استقطاب لاموال واستثمارات اجنبيه في هذا المجال حتى الان؟ بالتاكيد، يمكن كان في صفقه تم الاعلان عنها مؤخرا
يمكن رقمها مش كبير قوي، هي بتتراوح من 3-5 مليار دولار بس. بدأنا فيما يتعلق بملفات الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، بدأ معنا شركاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية زي البنك الدولي. بدأ البنك الدولي لما قدم لنا بعد استقرار أسعار ستارت في مارس 24 يمكن وافق لمصر على تمويل بحوالي 8 مليار دولار، منه جزء يتم إنفاقه على الطاقة الجديدة والمتجددة زي الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبالتالي ده بيسهم في زيادة الطاقة الكهربائية والطاقة للتشغيل المصانع، وبيكون ليه انعكاس كبير جدا على خفض الانبعاثات وخفض التلوث البيئي من جانب، ومن جانب آخر زيادة الإنتاجية من خلال زيادة التشغيل وزيادة التوسع في القطاع الصناعي، خاصة أن القطاع الصناعي حاليا بيشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي. لو احنا عايزين نكون دولة متقدمة يبقى لازم نمشي مع المستهدفات العالمية. الدولة وضع مستهدف مبدئي نحن نصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي يشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. طيب. العالم كله النهاردة الدول اللي بتشتغل في المجال الصناعي بيكون حجم مساهمة الصناعة من 20-30%، وده حتى النهاردة أشار إليه السيد رئيس مجلس الوزراء في أكثر من لقاء صحفي. أستاذ بلال، إيه القطاعات اللي ممكن تكون واعدة بالإضافة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في استقطاب الأموال والاستثمارات الأجنبية؟ بالتأكيد قطاع السياحة، وأنا شايفه من القطاعات الواعدة يستطيع أنه يجذب استثمار أجنبي مباشر، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة المصرية سواء كان الموقع الجغرافي أو حتى لو احنا حسبنا به سعر الإقامة في مصر بالمقارنة بعدد آخر من المقاصد السياحية والدول، يظل السوق المصري هو سوق جاذب بالإضافة لما تملكه مصر من مقومات سياحية. احنا عندنا 33 أثار العالم، وبالتالي فالدولة المصرية مؤهلة بشكل كبير جدا لأن تكون دولة سياحية من الطراز الفريد. ده بتأكيد. من جانب آخر ملف الصناعة طبعا من ده بتأكيد واحد من الملفات الشديدة الأهمية. أنا بشكر حضرتك أستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي على هذه الرؤية وما قدمته معنا من وجهة النظر. انتقل معكم مشاهدينا لملفنا، ملف آخر في هذه التغطية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بتأتي بمنطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وخلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، شدد رئيس الوزراء على دعمه لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد المصري. كل رجال الصناعة هو تعميق الصناعة في مصر. احنا اتكلمنا وشفنا تجارب ناجحة ونماذج ناجحة في الافلام اللي عرضت النهاردة، لكن طول ما هيبقى بنتكلم على ان المكون او نسبة المكون المحلي لا تتجاوز 40-50%، مش هي دي الطفرة اللي احنا كلنا بنأملها. احنا محتاجين يبقى عندنا الصناعة، اذا كانت بتنتج صناعة زي ما سيادة الفريق كلم صناعة السيارات، يبقى لازم كل الصناعات المغذية بتاعتها حواليها، وبالتالي اقدر اوصل بان نسبة المكون المحلي 70-80%. هو ده اللي هيعمل الطفرة الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا النهاردة مش هدفنا ان احنا نحد الواردات او الاستيراد، بالعكس احنا عايزين ان اي حاجة بنستوردها تبقى داخلة في تعميق التصنيع، وبالتالي بتزود لي المنتج المحلي وبتزود الصادرات، وبالتالي احنا كل هدفنا من المنظومة الجديدة كيف نعمق المنتج المحلي، كيف نزيد من جودة المنتج، كيف نزيد من صادراتنا. وصدقوني لما بنتكلم ان حلم ان احنا نصل بحجم صادرات مصر الى 140-145 مليار، هذا رقم انا اخدته من رجال الصناعة ومن رجال الاقتصاد، انا ما طلعتش بيه كرقم، ده هم اللي قالوا لي هذا رقم قابل للوصول اليه بكل الخطوات اللي احنا بنشتغل عليها ان شاء الله لغاية 2030. أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة قرار برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد دولة ومؤسساتها. وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم أن الإجراء الذي اتخذته بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص دفعة واحدة من قوائم الإرهاب إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأوضحت النيابة العامة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أنه يجري حاليا مراجعة لموقف باقي المدرجين على تلك القوائم تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه. مزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا هاتفيا حول هذا القرار الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، إزاي بترى قرار رفع أسماء 716 شخص من قوائم الكيانات الإرهابية؟ بتقرأ هذا الخبر إزاي وتفسره؟ هو طبعا ده تم بقرار من طلب من النيابة، وهي الجهة المختصة بهذا الأمر بناء على تحديات وعلى معلومات تشير إلى أنه بعضهم توقف عن ممارسة أنشطة إرهابية أو تحريض ضد الدولة أو ضد المواطنين. معرفين أن مصر قادت الحقيقة حرب واسعة جدا ضد الإرهاب، ومن المهم جدا أن تكون هذه الأسماء بالفعل تراجعت عن أي جهات تتضمن تحريض أو إرهاب، لأن احنا شوفنا إزاي الإرهابيين على مدى 10 سنوات فجروا كنائس ومساجد وقتلوا مدنيينهم، وتصدى لهم الحقيقة القوات المسلحة، أبطالنا القوات المسلحة ومن الشرطة، وإحنا يمكن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم ترفع على أي من أراضيها راية سوداء وجنوبها في غاية الأهمية. فهنا طلب النيابة وده اختصاصها أنها تتقدم للمحكمة برفع الأسماء، وفي نفس الوقت ده لا يخل به أي اتجاهات أخرى تتعلق بالقضايا أو الاتهامات الموجهة لأشخاص هنا أو هناك، لأنه كل خطوة من هذه الخطوات تتضمن وضعا قانونيا محددا، وبالتالي فاحنا هنا امام اي حد بيتوب او بيعلن توبته وينوب عن انه يتراجع عن هذا الامر بيرفع من القوائم بطريقة او باخرى، ويضاعف هذا الامر دون ان يقل بحقوق المحاكمات، ودي محكمة الجنايات وهي اعلى محكمة وهي التي ادرجتهم ولها سلطة الادراج او الخاص بناء على المعطيات القانونية التي تتم في هذا السياق. أستاذ أكرم، لأي مدى بترى أن هذا الموقف مؤثر في السياقين الداخلي والسياق السياسي الخارجي؟ يعني هو طبعا في السياق الخارجي بيضيف لأنه التجربة المصرية ما تتعلق بالحقوق الإنسان، فإحنا عندنا تجربة محلية تماما دون أي تدخلات خارجية أو ضغوط، وهناك بعض الأطراف تستغل فكرة حقوق الإنسان لتسييس الأمر، بينما مصر تتحرك من واعز الضمير ومن واعز القانون الحقيقة. فخارجيا هي بتؤكد فكرة استقلال القضاء المصري وأنه صاحب الحق الأساسي في هذا الأمر، لأنه كان قبل ذلك بتحدث أحيانا تدخلات في شؤون القضاء المصري، لكن في المقابل داخليا بالتأكيد بتؤدي إلى في حال تراجع بعض الأشخاص عن أنشطة إرهابية أو غيره فيتم رفعهم، فيؤكد فكرة أن القانون بيطبق في كل الأحوال وبشكل حاسم وبقدرة على التعامل مع هذه القضايا ومع الإرهاب. أستاذ أكرم، في وقت من الأوقات كانت بتتم بعض المراجعات الفكرية للبعض من الموجودين على قيد الحبس في بعض الأحيان، بعض هذه الأسماء من الموجودين خارج مصر، بعضهم يعني في وضعيات مختلفة في وضعيات هذه القائمة، كيف ترى عملية المراجعة الفكرية وأهميتها في هذه المرحلة وليس فقط فكرة التوقف عن النشاط؟ لا، المراجعة مهمة جدا، ومهمة جدا أن احنا نبقى متأكدين تماما أن هؤلاء الناس اللي تم حرضوا أو الذين ارتكبوا أخطاء في حق الدولة وحق المجتمع وحق أبناء هذا الشعب وحق القوات المسلحة وغيره يجب أن يعلنوا تراجعهم، وفي نفس الوقت زي ما أنت أشارتي في جزء منهم مقيم في الأصل في الخارج وربما لا يعودوا، لكن احنا بنتخذ القضاء بيتخذ القرارات القانونية بناء على معطيات وحيثيات هو يراها في هذا الاتجاه. فبالتأكيد طبعا في أسماء كثيرة قد تكون مثيرة للتساؤلات أو غيره، لكن هو لم تنتهي هذه القضايا بالشكل المختلف، لكن يتم رفعهم بناء على حيثيات أو معطيات تتعلق بهذه النقطة بالذات، أما باقي التفاصيل في هذه القضايا أو الأحكام فدي برضو سلطة مطلقة للقضاء، لأنه المحاكم المصرية مستقلة ولا سلطان لأحد عليها سوى القانون والضمير القاضي ويحكم باسم الشعب.
نعم أستاذ أكرم، تمت الإشارة أيضا إلى أن هناك قوائم أخرى أو مراجعات أخرى تتم لرفع بعض الأسامي في المرحلة القادمة، كيف ترى تواتر هذا في المرحلة القادمة وأهميته؟ بالضبط طبعا، يعني هذه الأسماء قبل ذلك، يعني لو احنا بصينا منذ بداية الحوار الوطني في إبريل 2022، رئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطالب مختلفة للقوى التي شاركت في الحوار، وتم إطلاق يعني تفعيل لجنة العفو الرئاسي اللي أطلقت عدد كبير جدا سواء من الصدر جندوم أحكام ومن كانوا على ذمة النيابة. هناك تفكير في تعديل الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يجعله عقوبة، فده جزء منه أنه يتم النظر كل فترة بناء على معطيات وحيثيات معينة، يتم النظر في قوائم أخرى وإطلاق الأسماء في حال ثبوت أنهم تراجعوا وتابوا عما قدموه في الإرهاب. أنا أشكرك أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع على المداخلة وما قدمته معنا من وجهة النظر. أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة موقف مصر الثابت بتقديم كل الجهود اللازمة لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط وتعزيز السلام بالمنطقة. تأكيدات وزير الخارجية جاءت خلال مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق الاستقرار الإقليمي. خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة 10 من منتدى حوارات روما المتوسطية، استعرض وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي استعرض محددات الموقف المصرية التي تستند إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. هناك ضرورة للوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلا عن أهمية الانتقال لإيجاد أفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا الإطار سوف تستضيف مصر المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة. كما أكد عبد العاطي خلال المنتدى والذي انطلقت فعالياته بحضور الرئيس الإيطالي، أكد أن منطقة المتوسط تتمتع بإمكانات اقتصادية متميزة لا بد من الاستفادة منها في إطار شراكة حقيقية بين دول المتوسط. كما تطرق عبد العاطي إلى قضية الهجرة غير الشرعية. نؤكد على التزام مصر بمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار نهج شامل يستهدف تناول أسبابها الجذرية، ونشدد على أهمية تضمين البعد التنموي في معالجتها وتعزيز مسارات الهجرة النظامية. السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أشار أن المنتدى يهدف إلى تبادل الرؤى حول سبل تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أمل صبري، النيل للأخبار. للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من القاهرة عبر سكايب الدكتور إسماعيل ترك خبير العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل أهلا بك أولا. تحياتي لك أستاذة مجدة ولكل متابعي قناة النيل للأخبار. تحياتنا لك دكتور إسماعيل. هناك العديد من الملفات طرحها معالي وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي في سياق وجوده بهذا المنتدى الدولي الأوروبي أو للعلاقات الأورومتوسطية، ولكن هذه الملفات تعددت ما بين الشق السياسي والاقتصادي وأيضا قضايا الشرق الأوسط، فكيف ترى ترتيب هذه الملفات وعرضها وأهميتها؟ يعني خلينا نقول انه مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري في منتدى حوارات روما المتوسطية، هذا المنبر رفيع المستوى الذي تتشارك فيه يعني الدول الأوروبية ودول متوسطية في شمال القارة الإفريقية، هو منتدى انشئ في العام 2015 بمشاركة الدول شمال المتوسط وجنوب المتوسط لمواجهة التحديات والمشاكل ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبالتالي وجود مصر هو يعني من الأهمية بمكان مصر هي الدولة الأهم في منطقة الشرق الأوسط، الدولة الإقليمية التي تعد محور مهم للسلام في ظل عدوان إسرائيلي غاشم على عدد من دول الشرق المتوسط، قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، لبنان، مواجهات مع إيران، يعني احتمالية تفجر الوضع ونشوب حرب، يعني مواجهة مباشرة مع عدد كبير من الدول التي تؤثر على أمن المتوسط بشكل كبير. فكان
يعني الدعوه لضروره وجود الدوله المصريه لعرض رؤيتها على انها احد اهم الدول المتداخله في هذه القضيه بقوه، والتي رعت مباحثات سلام ويعني اتفاقيات وساطه بشكل كبير منذ اندلاع الازمه في 7 أكتوبر قبل الماضي. وبالتالي انا بعتقد انه يعني كان هناك اهتمام كبير برؤيه الدوله المصريه التي عرضها يعني وزير الخارجيه في الجلسه الافتتاحيه، ثم شارك في جلسه نقاشيه اخرى عرض لكثير من قضايا الاهتمام المشترك بين الجانب الاوروبي والجانب المصري، وعلى راسها قضايا الهجره غير الشرعيه، مساله ان تستضيف مصر 9 مليون لاجئ ومهاجر من دول الازمات في المنطقه في ظل الاعباء الاقتصاديه الضخمه التي تتحملها الدوله المصريه دون ان يعني تقصر في تقديم هذه الالتزامات. انا بعتقد انها يعني رؤيه مهمه للدولة المصرية يجب أن تطلع عليها الدول الأوروبية التي تكن كل التقدير والاحترام للمواقف المصرية التي دعا من خلالها وزير الخارجية لضرورة معالجة شاملة لهذه الأزمات، وأن تكون بدايتها بوقف العدوان وقفا فوريا للعدوان وإدخال المساعدات دون شرط أو قيد وتبادل الأسرى والمحتجزين ويعني المضي قدما والمساعدة في مسار تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967. هذه الرؤية المصرية، وهي الرؤية التي تم التوافق عليها عربيا ودوليا بشكل كبير حتى داخل أكبر مجموعة من الدول داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي حضور وزير الخارجية المصري هذا المنتدى هو مهم، إضافة إلى أن الجانب الأوروبي الجانب الإيطالي الذي يرأس اجتماعات مجموعة 7 هناك اجتماعات تحضيرية من خلال وزراء الخارجية، سيحضرها أيضا الدكتور بدر عبد العاطي وزير يعني الخارجية لعرض مشارك الرؤية المصرية فيما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كون أن مصر أحد أهم المدافعين عن الحقوق الفلسطينية ومتداخلة بقوة في هذا الشأن. طيب حضرتك اشرت الى يعني ما كل ما عرض من قبل السيد وزير الخارجيه فيما يخص قضايا الشرق الاوسط وعلى راسها القضيه الفلسطينيه وما يتم من انتهاكات على ارض فلسطين باي قدر يمكن لمجموعه 7 او يمكن لهذا المنتدى التاثير في مجموعه 7 في القرار وفي التاثير في القرار السياسي ومن ثم الاقتصادي، وهو واحد من العوامل التي لا يمكن اغفالها في هذا المضمار. خليني اقول لحضرتك انه الدول الاوروبيه طوال الفتره كان يعني حتى بدايه انشاء هذا المنتدى كان لمواجهه القضايا والازمات والتحديات التي تؤثر على امن الدول الاوروبيه، يعني هو كان خطوه متقدمه من الجانب الاوروبي لمحاوله مواجهه التحديات في داخل دول جنوب المتوسط، منها الهجره غير الشرعيه، مساله اللاجئين، مساله انتشار الارهاب وظاهره تعدي الارهاب للحدود، مساله التهديدات الآتية بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا وتوقيع عقوبات على الغاز الروسي، وبالتالي البحث عن مصادر بديلة في ظل يعني احتياطيات غاز كبيرة في شرق المتوسط، وكيف أن الدولة المصرية صاحبة يعني القدرات في هذا الأمر سواء لوجستية أو يعني باحتياطيات غاز كبيرة تم الإعلان عنها، والاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، كل هذه المسائل تم التباحث فيها بشكل ثنائي او بشكل جماعي، ولكن الاهم ان يعني كثير من ازمات الشرق الاوسط تؤثر على الامن الاوروبي، يعني مساله اندلاع الازمات وتفجر الدول بيعقبوا هجرات كبير او عدد كبير من الهجره غير الشرعيه واللاجئين بسبب وجود نزاعات وخطر على حياه المدنيين، وبالتالي هذا يؤثر على الامن الاوروبي بشكل كبير. فانا بعتقد ان هذه قضايا مهمة إضافة إلى يعني العدوان الإسرائيلي الانتقامي على الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان بالتأكيد سيعقبه موجة من موجات الإرهاب التي ستضرب الإسرائيليين في كل مكان، منها ما بدأ ينتشر داخل الأراضي الأوروبية سواء فرنسا أو هولندا أو غيرها، شاهدنا هذا العنف ضد الإسرائيليين في كثير من البلدان الأوروبية، وبالتالي هذا يؤثر أيضا على الأمن الأوروبي. أعتقد أنه هيكون هناك رد فعل كبير من المجتمعين سواء كان على وزراء على مستوى وزراء الخارجية أو حتى على مستوى القادة عندما يجتمعون على مستوى
مجموعة السبع الكبار لمحاولات اتخاذ مواقف ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لمحاولة وقف العدوان بشكل فوري وإدخال المساعدات يعني ملاحقة التداعيات السلبية التي ستنجم عن هذا العدوان الانتقامي وستنجم أيضا بسبب الهجرات يعني موجات اللاجئين إلى الأراضي الأوروبية اللي بالطبع ستؤثر على الأمن الأوروبي وعلى قدرة الدول الأوروبية في ظل التداعيات الاقتصادية الخطيرة في ظل العدوان أو العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية. كل هذه المسائل تؤثر على يعني قدرة الدول الأوروبية على القيام بواجباتها تجاه كل هذه القضايا. أنا بعتقد أنه سيكون هناك يعني موقف أوروبي مهم خاصة في ظل يعني مستجدات كثيرة يوميا بسبب العدوان الإسرائيلي، سواء كانت مذكرة الجنائية الدولية سيتم التباحث فيها، محاولة الضغط ووقف العدوان فورا، محاولة إعادة المحجوزين والأسرى، مسائل لها علاقة بأمن المنطقة وما يؤثر عليه من أمن إقليم البحر المتوسط بالكامل أو حتى أمن الدول الأوروبية. نظرة دكتور إسماعيل إلى فكرة الملف الاقتصادي وطرحه في هذا المضمار وأهميته. خلينا أقول لحضرتك أنه السيد وزير الخارجية جعل هناك في برنامجه مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية على مستوى وزراء الخارجية تبحث فيها بالطبع بشأن العلاقات الثنائية ودفع العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة. هناك وزير خارجية مقدونيا، هناك مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وهي منظمة مهمة لها علاقة بالأمن الغذائي، وربط هذا الأمر أيضا في كلماته وفي لقاءات ثنائية بما ذكره السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في اشتراكه في مجموعة الـ20 بالبرازيل، ودعا إلى أن تكون مصر محور استراتيجي للأمن الغذائي وأن تكون يعني مصدر مهم ويعني لها علاقة بكيفية إمداد الدول التي تعاني من الأمن سواء بسبب تداعيات الحروب والأزمات أو التداعيات السلبية للتغيرات المناخية. وبالتالي أنا بعتقد أن كل هذه المسائل تصب في الإطار الاقتصادي. نعم، وهي الحقيقة دكتور إسماعيل في هذا الإطار. أنا أشكرك كثيرا على المداخلة وما قدمته معنا من وجهة نظر دكتور إسماعيل تركي خبير العلاقات الدولية. شكرا لك على المداخلة وما قدمته معنا. مشاهدينا، هذه التغطية انتهى الوقت المخصص لها. بعد دقائق قليلة وعلى رأس الساعة تأتيكم بانوراما إخبارية شاملة من شاشة النيل للأخبار، فكونوا معنا. شكرا لكم.